شكرا جزيلا، مساء الخير. ألف شكر. ألف شكر. هنبتدي الأول كده من المعجم، من المعاجم العربية. نجلاء في اللغة العربية معناها واسعة العينين جميلتها، يعني العين الواسعة الجميلة الدباحة. طعنة النجلاء هي الطعنة من كثرة اتساعها قاتلة، يقول لك ده أصابته طعنة النجلاء، قاتلة وفتاكة ومميتة. هي دي العيون في اللغة العربية، بس على فكرة هي ما اسمهاش نجلاء، هي اسمها فاطمة. أنا بتكلم عن نجلاء فتحي، فاطمة الزهراء اللي كانت عيونها دباحة، والأهم من عيونها وجمالها وسحرها على السينما هو سحرها كإنسانة، اللي ناس كتيرة جدا ما تعرفوش. يعني نجلاء فتحي عمر ما كان همها ولا شغلها، شغلها الشاغل هو جمالها الشكلي. طول الوقت كانت بتراهن على جمال روحها وجمال نفسها وجمال وقفتها مع الحياة والزمن ومع اللي حواليها. اللي في السينما كلنا شفناها وعارفين ان هي من رائعات، من اجمل الوجوه اللي طلعت على السينما. انما اللي يعرف قد ايه هي جدعه، اللي يعرف قد ايه هي ست بتفكر، اللي يعرف قد ايه قرارها بالاعتزال كان قرار عقلي وعاطفي واسري معا، يقدر جدا جمال نجلاء الداخلي مش جمال وشها. يعني مثلا لو قابلتها في اي مكان، مطار، قاعده، هتلاقي نجلاء فتحي مش حاطه ولا نقطه مكياج، اصبحت تقريبا مقاطعه كل مسحيق التجميل. شعرها يبقى ملموم او متساب، مش متصفف يعني، او متسرح عند مصفف شعر، ومعتمده تماما على جمالها اللي بيخليها احلى ست في القعده، بالرغم من السن ومن الرغم من عدم التجمل الخارجي، بس بتبقى احلى ست في المكان. نجلاء فتحي بعد الاعتزال بفتره، كل الناس، كل الفضائيات، كل القنوات، كل الصحف بتتبارى وما زالت بتتبارى لاستضافتها، وهي دايما عندها إجابة واضحة وصريحة وخجولة، إنه يا جماعة أنا اتخلصت من الأضواء بصعوبة، مش عايزة أرجع لها تاني. أنا سعيدة بحياتي بالشكل ده، سعيدة إن أنا عايشة من غير أضواء، سعيدة إن أنا وسط أصحابي ومعارفي ووسط الناس من غير أي نوع من الأضواء المتكلفة اللي موجودة في التلفزيون أو في السينما أو في الصحافة. أنا عايزة أعيش النمط ده من الحياة وأنا سعيدة فيه للغاية. بالرغم من إنه مهرجانات عربية كبرى عرضت عليها آلاف 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 الدولارات، إلا إن هي كانت منحازة دايما لقرارها البسيط، أنا عايزة أعيش زوجة وفقط. والحقيقة إن هي ملتزمة بده، مع إنه مش عيب أبدا إنها تطلع، بالعكس الكل يتشرف بوجود نجلاء فتحي سواء الإنسانة أو الفنانة. المهم إنه هي لما أصيبت في 2014 بمرض نادر ما كانوش حتى عارفين يشخصوه، اللي يقولك صدفية، اللي يقولك مشكلة جلدية، واتضح بعد عناء كبير جدا إن هي مشكلة نادرة في المناعة بتأثر على الجلد. لفت ولف معاها زوجها وشريكها وصديقها الإعلامي الكبير أستاذ حمدي قنديل يدوروا على دواء، ما لاقوش دواء، بس لاقوا علاج تجريبي في سويسرا. أخدها وقالوا إحنا هنجرب ورزقنا على الله. راحوا في جامعة زيورخ، كانوا بيعملوا نوع من التجارب ونوع من الحقن، مش متأكدين إذا كانت هتنفع ولا لأ. أحلى ما في القصة دي إنه بالرغم إن الرحلة كانت مؤلمة جدا والعلاج كان مؤلم جدا، إلا إنه نجلاء فتحي هي اللي كانت بتقوي حمدي قنديل وبتقول له إحنا هنعدي إن شاء الله هنعدي. ووسط كآبة سويسرا جوا وغربة، إلا إن هي كانت دايما بتديله وبتدي كل اللي حواليها الدافع إنه إن شاء الله اللي جاي أفضل، وتخطت الأزمة. لما أستاذ حمدي قنديل أفتكر له العافية والصحة، وقع وعمل تغيير مفصل وده أثر جدا على حالته النفسية، كمان كانت نجلاء أو زهرة زي ما كل اللي حواليها بيقولوا لها، زهرة كانت هي الشمعة المضيئة اللي بتقول له هتقوم يا حمدي، لا يا حمدي هتقوم وهتمشي على رجليك. وفي فترة من الفترات هو كان يعني متألم للغاية ومش قادر يقوم يمارس التمارين المفروض يمارسها، بإلحاح وبحب وصبر قالت له هتقوم يا حمدي. هو ده جمال نجلاء فتحي اللي ما حدش يعرفه غير لما يعرفها شخصيا. فبغض النظر بقى اسمها نجلاء، اسمها زهرة، طلعت في السينما، اعتذرت من السينما، كبرت، ما مش حاطه مكياج، مش عامله بوتوكس، هي جميله بكل ما فيها. تحيه كبيره لنجلاء فتحي. أنا الاسم اللي هز الجبال من الأول لحد الآخر، هيفضل مصنع الأبطال. هتحكم الماتش ولا مش هتحكمه؟ العالم كله عرف. تم ترشيح 12 ابتكار من مصر، اللي 12 فازوا بميداليات محترمة. ستة 36 حكم ساحة بس بيشاركوا في المونديال من العالم كله. عندي الأهم، عندي اسم مصر أهم من أي حاجة. اضحك والضحكة تبقى ضحكتين، واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل اللي عايشين. كل الناس عرفت إنك خسيت، بس أنت كمان طولت، فدي سابت جوايا بقى أثر، عقدة بقى. بالنسبة لي خطأ، أنا بالنسبة لي مش أزمة، أنا بالنسبة لي أنا خطأ. أسعد لحظة في تاريخ أي أهلاوي. فكان طبعا انتظار صعب جدا. انا فاكر ان انا تامر قعدنا نجري في الشقه يعني. وتجيلها بكام الساعه دي؟ صحيح ما عايش ولا ملي، لكن بدعي وبقول امين. يعني انا كنت متعاطفه معاك. يعني انا كنت فاشل في المدرسه، لكن في الوقت ده مش هيزود لي حاجه. يعني الفيديو شغال، انت لقيت باباك. بس انا مش باخد مخدرات، وانت فاكر انك مكتم على الخبر، بس تسلمه في ثالثه ابتدائي او حاجه، وانت بتحضر الدكتوراه مثلا. ما انت صايع زي الجول لان تكنولوجي، مجرد الكره ما تعدي خط المرمى بتديكي الارم ان الكره عدت. مش ووتر ريزيستنت؟ لا عايز اقول لك لا للمخدرات، لا للمخدرات. كناش نسمع، أو المتخصصين بس هم اللي يسمعوا عن معرض جنيف الدولي للاختراعات، واحد من أهم الأحداث في الدنيا يعني للباحثين وللمخترعين، يعرضوا ابتكاراتهم من الشرق ومن الغرب، الابتكارات اللي ممكن تتنوع ما بين الطب والصيدلة والفيزياء والهندسة والفضاء والإلكترونيات، كله على بعضه بيشارك فيه أو بيقدم فيه آلاف من الناس من الكرة الأرضية. في مصر هنا تم ترشيح 12 ابتكار من مصر، اللي 12 فازوا بميداليات محترمة في هذا الحدث. خلينا نحتفي مش بالميداليات على قد ما نحتفي بثقافة الابتكار وثقافة المنافسة وثقافة التقدم في العلم، في التكنولوجيا، في الأيام، في الحياة. خلينا ناخد لقطة أو لمحة عن معرض جنيف للابتكارات، ونشوف المصريين اللي قدموا ابتكارات محترمة، سواء كانوا في الباحثين في الجامعات أو في المعاهد البحثية، ونقرب منهم أكتر. دكتور سامح عبد المنعم محمد الباحث بكلية الصيدلة، دكتورة هبة فاروق سالم، دكتورة أميرة مراد، مهندس أحمد سعد مهدي من سوهاج. غالبا الخبر تسرب ان انا بحب الورد. شكرا جزيلا، شكرا. عميد سعداء منصور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا، اتفضل اتفضل. شكرا جزيلا على الورد. ممكن باختصار تدونا نبذه عن معرض جنيف ده، لان احنا سمعنا ان هو من الاحداث المهمه في الدنيا على مستوى الابتكارات. فكرة معرض جنيف ده بيضم أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، يعتبر من أكبر المعارض على مستوى العالم، إن لم يكن هو أكبر معرض فعلا على مستوى العالم، بيلم فعلا جميع الابتكارات على مستوى العالم. يعني كل دولة ممثلة بأكثر من فرد، كلهم باحثين من الجامعات؟ في باحثين من الجامعات، وفي ناس كوميرشال وماركتينج، عاملين ابتكار معين جايين يسوقوه. مش بالضروره باحثين من الجامعات، يعني ممكن مبتكرين من كل المجالات. بالظبط، انفنتورز وفي كوميرشال وفي انجينيرنج، في كذا فيلدز يعني. طيب البحث بتاعكم هو نوع هو او ابتكار صيدلاني او صيدلي له علاقه بكانسر، عقار لكانسر لسرطان الرئه. تمام تمام. اولا احنا طبعا بنحيي من هنا الرابع ممبر لينا دكتور محمد حمزاوي، هو اعتذر وما جاش. التيموزولامايد ده دواء او عقار صعب جدا، هو بيستخدم للبرين يعني للمخ وللجلد، لم يستخدم قط لللون كانسر اللي هو سرطان الرئه. في هذه اول حضرتك طبعا احنا عارفين سرطان الرئه دي من السرطانات الشرسه جدا. اشهر واحد نفتكره عانى منه مين؟ المرحوم احمد زكي. مشكله العقار ده ان مشكله الديزيز ده او المرض ده انه بينتشر بسرعه، والشفاء منه يعتبر يعني ايه مستحيل تقريبا يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الارقام بتقول انه معدلات الاصابه بسرطان الرئه عاليه جدا، متزايده في بلدنا، في بني سويف نمره 1 اللي احنا جايين منها. دي معلومه دقيقه طبعا. انا اعرف انه في مصر متزايد بسبب كتير من مصانع الاسمنت، صيدله الاسمنت، عشان مصانع الاسمنت والتدخين والتلوث، واحنا في بني سويف نعتبر نمره 1 تقريبا في سرطانات الرئه. وعشان كده احنا اخترنا النقطه البحثيه دي من البدايه، ان هو يشتغل على اللنج، ان احنا ازاي نجيب عقار يدي فاعليه شديده وفي نفس الوقت انه يشتغل على الرئه بشكل ايه؟ بشكل يعني زي ما تقول حضرتك ايه لوكال، اللي هو موضعي بشكل موضعي، يدخل اللنج بس ونحوله من عقار ونشيله على اجسام دهنيه في صغيره جدا متناهيه الصغر، تقدر ان هي تو ديفيوز. يعني ايه ديفيوز؟ يعني تسبح داخل الخلايا وتشتغل على الكانسر وتقتله، والجسم ما يرفضهاش، ويستطيع انه يتخلص منها بسهوله. انتوا غيرتوا الخواص الفيزيائيه للدواء اللي اصلا موجود. بالظبط، وده في حد ذاته ابتكار. تمام. احنا غيرناه وحملناه على كارير. كارير يعني ايه؟ يعني ناقل. الناقل ده شبيه قوي 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 للخلايا، خلايا الجسم. عشان ايه؟ عشان الجسم ما يرفضهاش. ما انا لو انا حطيته على ناقل، الناقل ده ممكن يترفض، هيحصل له ريجكشن، يعني هيترفض وهينزل. فاحنا الابتكار ده ان انا صغرنا هذا الحجم الى اجزاء متناهيه الصغر، واتحملت على جزيئات ذهب، ثم غلفت باجسام دهنيه. هذه الاجسام الدهنيه شبيهه جدا الى خلايا اللونج اللي هي الرئه، تقدر ان هي تدخل وتسبح داخلها، وبالتالي يستفيد منها وما يحصلهاش ايه؟ ما يحصلهاش انتشار في بقيه خلايا الجسم. فاذا انتوا نجحتوا ان انتوا تخلوا دواء لا يستطيع ان يعالج سرطان الرئه. بالظبط، خليتوه يقدر يعالج سرطان الرئه، ونجحنا فيه الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل الفريق الحمد لله. جامعه بني سويف، صيدلة بني سويف وجامعة بني سويف اللي احنا يعني نشكر الجامعة كلها للسبورت بتاعها من هنا. طبعا الابتكار بتاعكم ده اخدتوا اشتغلتوا عليه قد ايه؟ اشتغلنا عليه حوالي سنتين لثلاث سنين. تمام. هي الفكرة يعني كانت أهم حاجة كنا بنفكر فيها في الأول، إن فعلا سرطان الرئة ده من السرطانات الصعب جدا علاجها. تمام. وإن احنا نقدر نوصل بدواء للسرطان نفسه من غير ان احنا يبقى الجسم كله معرض للاثار الجانبيه بتاعت ادويه السرطان. طبعا ادويه السرطان معروف ان مش بس انها يعني علاج، لكن ليها اثار جانبيه كتير، انها بتاثر على الخلايا الباقيه. فكان الهدف الاساسي بالنسبه لنا ان احنا نقدر نوصل بدواء تمام للخلايا مباشره من غير ما يعدي على الجسم كله. الدواء ده اتسجل هنا في مصر، اتسجل بورقه اختراع من احنا الاربعه، انا ودكتوره اميره ودكتور سامح، دكتور محمد حمزاوي، جامعه الفيوم. طيب 12 بحثكم ده فين بره؟ في مجله اللي هي اسمها دراج ديليفري امباكت فاكتور 6.4 دي من المجالات المهمه مهمه جدا في مجال العقار الادويه نمره 19 في المجال يعني، فده يعتبر يعني حاجه انجاز كان كويس جدا. طيب ده البحث ده مبني بشكل او باخر على بحث دكتور مصطفى السيد لما قلتي نانو الذهب كده. دكتور مصطفى السيد طبعا استاذنا، واحنا كنا بنشتغل مع تلميذته دكتوره منى بكر صديقتنا العزيزه ربنا يرحمها، صديقه عزيزه. دكتوره منى بكر هي الانفنتور بتاعه او السبلاير بتاع الجولد نانو بارتكلز، احنا لازم نشكرها من هنا ونلقاها بالرحمه. هي كانت من علامات الشعلات في مصر في مجال النانو تكنولوجي، الله يرحمها. الحلقه بقى اللي هتوصل الابتكار الدوائي ده بالظبط لمصانع الادويه ايه؟ الحلقه دي احنا بنشتغل فيها يعني مثلا انا ممبر في القطاع الصيدلي في لجنه القطاع الصيدلي، اللي احنا عايزين نشتغل بقى في النقطه دي اللي هي المشكله اللي في مصر، ان انا ازاي انا عندي برودكت والبرودكت ده معمول في براءه اختراع، ازاي انا اوصله للانتربرنورز او رواد الاعمال عشان يقدروا ياخدوه ويصرفوا عليه وينزلوه في السوق. في حاجه عندنا في مصر اسمها الديد فالي او ال او ال او ال او الوادي المميت اللي بيتاخد فيه المنتجات دي. انا عندي مثلا انا كهبه مثلا عندي 4 براءات اختراع مسجلاهم في الوقت الحالي، دول كلهم كادويه دول كلهم يعني مرشحين بشده انهم ينزلوا في السوق. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان احنا ما عندنا يعني. طب معلش انا عايز اسال سؤال يبدو ساذج جدا بس قبل موضوع التصنيع، انتوا كابتكار 12 في مجله علميه محترمه جدا واتغطى ببراءه اختراع يعني. انما دايما بيبقى في يعني نسمع انه في تجارب كلينيكيه يعني تمام. لازم يبقى في تجربه وبعدين الاف دي اي منظمه الدواء يعني ده اللي نعرفه عامه يعني مصنع الدواء بينتظر موافقه عشان يقدر يوزعه في الدنيا. لا مش بالضروره، بس احنا عندنا في مصر ما عندناش هذه الآلية ان احنا نطلع الدواء بتاعنا ونسجله ونعمل الكلينيكال ترايلز، عشان الدولة بتخاف من الميس كوندكت او ان احنا سوء الاستخدام او ان مثلا تعمل تجارب النصب على الناس قصدك بالظبط. هي لازم يتسجل الاول عشان نقدر نعمل كلينيكال ترايل. يتسجل فين؟ في وزارة الصحة. هو اتسجل؟ لا لسه. دي الخطوه اللي لسه. هي دي المشكله. دي المشكله. ده فاليو. مش هيبقى قدامكم حل مؤقتا غير ان انتوا تعملوا شراكه مع حد بره. دي حاجه او دي حاجه ان احنا نبيع الاختراع بتاعنا. احنا ابتدينا الحلقه كنا بنتكلم على الجميله نجلاء فتحي، وفي جزء من حياتها المرض النادر اللي جالها وملوش علاج نهائي، بس كان في اكسبيرمنتال يعني كان في علاج تجريبي في سويسرا في جامعه جنيف ودخلت فيه والحمد لله تعافت معاه. يعني دي مستشفى جامعي، احنا في مصر ما نقدرش نعمل ده. لا طبعا. احنا دلوقتي مجلس الشعب ابتدى يصدر قوانين ان الجامعات تقدر تعمل شراكات مع القطاع الخاص. في الحاله دي لو احنا فعلا عملنا استابلشمنت للموضوع ده، وان احنا براءات الاختراع اللي احنا بنعملها وبتاخد جوائز عالميه ومتغطيه ببراءات اختراع، نقدر ان احنا نشارك فيها رجال اعمال وهم يعني على اتم استعداد انهم يعملوا ده، احنا هنعدي المنعطف ده. طيب انا هنتقل لابتكار تاني برضو شارك في مؤتمر جنيف اللي احنا بنحتفي بفعالياته دلوقتي. يا باشمهندس انت عملت ابتكار له علاقه بالخلايا الشمسيه وفكره تنظيفها بالليزر. تمام. في 2015 كنت شغال على بحث بدرس تأثير الدست أو الأوساخ والأتربة على كفاءة خلايا الطاقة الشمسية وإزاي بننظفها، واكتشفت إن 90% من التنظيف بيتم بالمية، والمية دي مورد طبيعي مهم جدا، وال10% طرق تاني. إيه 10%؟ ال10% طرق تاني غير المية. طرق تانية في 2016 كنت شغال على بحث تاني، شغال على موضوع استخدام وكالة ناسا لخلايا الطاقة الشمسية في تشغيل المركبات الفضائية، وبرضه لاحظت الموضوع التنظيف بالنسبة لوكالة ناسا كان مرهق جدا وابحاث مكلفه جدا جدا معديه المليارات، برضه بيركز على موضوع التنظيف والتنظيف الذاتي لو السيلف كليننج. وصلوا ان هم عاملين نانو لايرز، النانو لايرز دي كل فتره بيحصل ديجريديشن لللاير اللي شغاله، تتاكل وحديه ويظهر اللاير اللي بعديه يشتغل، بعد فتره البانل كله او اللوح الشمسي كله بيكون اوت اوف اوردر، خلاص ملوش اي شغل، لازم يتبدل بلوح ثاني من الارض. طبعا ده مكلف جدا. فبدات اشتغل على موضوع السيلف كلين. بس حضرتك بتشتغل لوحدك مش مع الجامعه؟ لا انا اشتغلت في جامعه بني سويف برضه. بحثك مع جامعه بني سويف برضه؟ مع الدكتور احمد جمال في كليه الدراسات العليا للعلوم المتقدمه. اتفضل. بس بعد كده بدانا نفكر في طريقه جديده نعمل بيها سيلف كلين. ده اللي ظاهر على الشاشه موضوع الليزر، استخدام الليزر. الليزر بيشتغل بحاجتين، بالباور والويف لينس او الطول الموجي. بيأثر في مكان معين بباور معين. زي فكره بالظبط اللي هي تفتيت الحصوات بالليزر. حاجه اسمها الشوك ويفز او الموجات التصادميه. دي بتعمل انجكشن للباور في اي دست، واي دست فيه نسبه بخار ميه، فبيحصل لها زي انفجار. زي فكره بالظبط تفتيت حصوات الليزر زي ما بقول لحضرتك كده. طب ودي حاجه مكلفه ولا لا؟ لانه هو هيقول لك لو ده ابتكار مكلف، طب ما انا خلاص اغير اللوح الشمسي وخلاص بقى. لو هي الدنيا ماشي، هو مكلف ممكن على مستوى المنزل، على مستوى الصناعي، لكن على مستوى مركبه فضائيه شغاله في الفضاء طبعا مش مكلف ولا حاجه. انت بتحل مشكله ناسا مش مشكله المحور. النقطه الثانيه ان اي شيء اي شيء مكلف في الاول، بعد كده بيكون مش مكلف. طيب انت عارف احنا ليه، ايه السبب الثاني انه يخلي اي عمود نور بالطاقه الشمسيه؟ واحنا عندنا على فكره عندنا نور بالالواح الشمسيه، بس انا بتكلم على القديمه مش على الجديده. إيه الغبار اول سبب؟ انه لما التراب بيجي فخلاص الخلايا الشمسيه بتبطل الكفاءه بتقل فخلاص بقى زيرو. عارف ايه السبب الثاني؟ الشادو افكت او تاثير الظل. نعم. تاني سبب ان هم لما يقرروا يدهنوا العمود فبيجي العامل يقوم داهن على طول على الخلايا الشمسيه فالموضوع انتهى فبيتحول لعمود صامت. نظر السورد. على فكره انا حد من الاحياء هو اللي قايل لي كده، فمش فكاهه يعني، ده بيحصل او كان بيحصل، ما اعرفش دلوقتي مهتمين يركزوا في موضوع الدهان ولا لا. فاحنا يعني المفروض الفتره الجايه نركز في موضوع السيلف كلين وموضوع الكلين نفسه بتاع البي في بانلز ده مهم جدا. يعني ابتكارك يا باشمهندس، حضرتك من سوهاج؟ من سوهاج، من جرجر. ابتكارك يا باشمهندس بالاساس مستوحى من معرفتك بمشكله وكاله ابحاث الفضاء ناسا، ان هم عندهم اشكاليه كبيره في تنظيف الالواح الشمسيه في الفضاء. النقطه الثانيه موضوع استخدام الميه، ده مورد طبيعي غالي جدا ومهم جدا. يعني 90% من التنظيف الحالي للخلايا الشمسيه باستخدام الميه، سواء الروبوت بيستخدم ميه، الدي سي موتورز بيستخدم ميه، او يعني التنظيف الطبيعي يعني بالميه. اكيد حلمك انه البحث بتاعك او الابتكار بتاعك يوصل لوكالات ابحاث عندها نفس مشكله ناسا، صح؟ ان شاء الله باذن الله. خليني اوجه تحيه للمبتكرين اللي معانا اللي حصلوا على ميداليات في معرض جنيف للابتكارات، وكمان تحيه لجامعه بني سويف اللي خرجت السعاده الابتكارين دول. شكرا جزيلا لحضرتك. اضحك والضحكة تبقى ضحكتين، واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل اللي عايشين. كل الناس عرفت انك خسيت بس انت كمان طولت. 12 ابتكار مصر ودتهم كلها حصلت على ميداليات. العالم كله عرف 36 حكم ساحه بس بيشاركوا في المونديال من العالم كله، فدي سابت جوايا بقى اثر، عقده بقى. فكان طبعا انتظار صعب جدا. وتجيلها بكام الساعه دي؟ صحيح ما عيش ولا ملي، لكن بدعي وبقول امين. يعني انا كنت متعاطفه معاك، لكن في الوقت ده مش هيزود لي حاجه، بس انا مش باخد مخدرات. وانت فاكر انك مكتم على الخبر، بس تسلمه في ثالثه ابتدائي او حاجه وانت بتحضر الدكتوراه مثلا. ما انت صايع زي احنا لسه مكملين مع ابتكارات معرض جنيف. ابتكارات محترمه حازت على ميداليات. الابتكارات دي اللي رشحتها أكاديمية البحث العلمي في مصر لتتأكد انها ابتكارات رصينه مسجله ببراءات اختراع وتستطيع ان تتواجد وتحضر في مؤتمر أو في محفل أو في حدث علمي ناس من العالم كله بيشاركوا فيه. خلينا نستقبل دكتور جلال نوار ودكتور مايكل صبحي وأستاذة نعمة شحاتة ودكتورة إيمان مرعي ودكتورة ميسة صلاح الدين إسماعيل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. اتفضل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اتفضلي. شكرا جزيلا. دكتور جلال نوار، حضرتك أستاذ الكيمياء الخضراء بمركز البحوث. أنا فاهمة حضرتك أخذتوا 7 براءات اختراع. أيوة. حاجة لها علاقة بلب الرز، بلب القشر، بقش الرز، استخراج لب الورق ومنتجات أخرى. لب الورق. أنا بقى عايزة أفهم لب الموضوع، يعني تقول لي القشرة مثلا دي كنا بنعملها قبل كده بطريقة، دلوقتي بقينا بنعملها بطريقة. كنا الأول بناخد قش الرز ده في مصنع من المصانع اللي هو مصنع راكتا، وبنشتغل عليه بتكنولوجيا مستورده. ايوه. فكنا بنطلع نحولوه لورق، بنحوله اللب الورق للخامه اللي بتخش تعمل الورق يعني. زي القطن ما بنعمل منه القماش يعني. ايوه. فالتكنولوجيا دي ما كانتش بتدينا انتاجيه عاليه، وكانت بتطلع انتاج ما هواش نظيف، وبتطلع ملوثات وبيئيا ما ينفعش، فوقف المصنع. فبدأت دي تبقى مشكلة، بدأنا ان احنا نقدم مشاريع عشان نحل المشكلة دي. ابتكاركم بقى بيشتغل على ايه؟ ابتكارنا ان احنا بنعمل طريقة او تكنولوجيا، لان احنا بنصمم المكن وبنصمم العملية الكيميائية وبنشتغل بالطاقة الشمسية، بحيث نعمل طريقة نطلع بيها اللب بطريقة نظيفة، والخلاصة اللي طالعة نقدر ننتج منها منتجات صالحة وننتهي بصفر مخلف. وده حصل، وبعتنا انتاجنا الشركات العالميه، وبداوا يطلبوا كميات مذهله مش قادرين نحققها، لان احنا لسه ما طبقناش صناعي. اي نوع من الورق؟ الورق اللي هو اللي بيتحول لكراتين، ولا ورق ابيض؟ ورق ابيض للكتابه، وممكن تنتج ورق الكراتين دي بتبقى المرحله الاولى، وبعدين بنبيضه عشان يبقى للكتابه، ورق للكتابه. حضرتك اخدت ميداليه؟ انا خدت الاول الميداليه بتاعت الوايبو العالميه، اللي هي المؤسسه العالميه للملكيه الفكريه. ميداليه دهب، خدت الميداليه دهب، وبعدين خدت في سويسرا الميداليه الدهب الثانيه في المعرض الاخير العالمي يعني. يعني انا ببارك لك يا دكتور، ببارك لك، ويعني مهتمه جدا، لانه انا عارفه قد ايه عندنا مشكله لها علاقه بالجزئيه دي. حضرتك ابتكارك اللي قدمتيه في معرض جنيف له علاقة بالشرابات الضاغطة؟ ايه بقى الابتكار؟ هو عبارة عن ملابس ضاغطة لمصابي الحروق، معالجة ضد البكتيريا. هو اساسا الفكرة بتاعته ان هو بيعالج الحرق بعد الالتئام. بعد الالتئام بيبقى فيه، بعد التئام شفاء المريض خالص تماما، بيحصل في الجلد تضخمات وانكماش، تمام، والتصاق بالجلد. واحيانا بيستمر، بيبقى يعني زي عاهه مستديمه كده لو ما اتعالجش. فبيبقى النظام القماش بيرجع الجلد لحالته الطبيعيه، ومعالج ضد البكتيريا. طيب. بيلبسوا اثناء العلاج. اشرحي الاول، حضرتك خريجه ايه يا استاذه؟ تربيه نوعيه، قسم اقتصاد منزلي، تخصص ملابس ونسيج. كانت يعني انت اساسا، انا تخيلت ان حضرتك جايه من خلفيه، يمكن خلفيه تمريض، خلفيه صيدليه، انما انت جايه من خلفيه الملابس. النسيج. النسيج. دكتور مايكل صبحي، حضرتك طبيب بشري، وحصلت على ميداليه في معرض جنيف عن حاجه لها علاقه بحامل شنط الظهر. بالظبط، هي نقدر نقول مشكله ازليه بيعاني منها بعض الفئات، ومنها الأمهات. يعني الأم لما بتودي ابنها المدرسة بتضطر هي تشيله الشنطة. ده البوستر اللي اتعرض في المعرض. المشكلة الأزلية دي بتؤدي لمشاكل كتير، زي تقوس الظهر، وألم في الكتف، ألم في الفقرات. مش بس أطفال المدارس، ده عساكر الجيش، الناس اللي بتشيل لابتوب، معظم الناس دلوقتي بتشيل لابتوب. الناس اللي هي بتسافر كتير، الناس اللي هي بتوزع منتجات في الشوارع، زي ما بنشوف المصريين والصينيين بيبقى عنده شنطه كبيره. فانا كنت من الناس اللي بشيل لابتوب. دي الفئات اللي بتستخدم شنط الظهر، الناس اللي بتسافر كتير، بيسموها الباك باك. بالظبط. فانا فكرت في فكره، لان انا كنت بشيل لابتوب، فكان حصل لي مشاكل، فانا قلت طب يعني حضرتك ابتكارك ملوش علاقه بتخصصك الطبي؟ ما هو طبي بس في جزء هندسي يعني. انا يعني حضرتك تخصصك ايه؟ انا دكتور تحاليل. تحاليل. انما يعني مش عظام، مش دكتور عظام. لا. يعني هو ابتكارك ملوش علاقه بدراستك المباشره. بالظبط. فالهولدر ده بيتربط بحزام البنطلون عادي جدا، بيرفع الشنطه من تحت، بينقل التحميل من الكتف يخليه على الوسط، والوسط ده فيه كميه عضلات قويه وفيه دهون، عنده قدرة يشيل أوزان وأحمال أكبر بكتير من الكتف، لأن دي المشاكل اللي بتسببها شنطة الظهر، آلام في الكتف، حركة غير طبيعية في المفصل، مش قادر يحرك المفصل، تقوس الظهر، الحاجات دي كلها مشاكل بتحصل لملايين البشر نتيجة لشنطة الظهر. فالفكرة إن عبارة عن زي هولدر بسيط خالص، فكرته بسيطة خالص، بيثبته بالمنظر ده بحزام البنطلون في الجزء الخلفي، فبيحط عليه الشنطة وبيربط الحزام كويس، فتلاقي الشنطه اترفعت من زي ما دي فكره بسيطه قوي، بس ازاي كانت تايهه عن عن العالم؟ ما اتعملتش قبل كده وما شفناش في اي شنط لا مستورده ولا محليه، زي شلف او رف بيسند عليه الشنطه، فما تحملش على الكتف، تحمل على الوسط، والوسط عشان فيه عضلات قويه ودهون، فكل اللي استخدمه بيقول لي انا مش حاسس ان انا شايل شنطه، سواء الأطفال مدارس أو بيخفف الإحساس بالحمل بقد إيه تقريبا؟ لا، بيلغيه خالص على الكتف، يعني بيلغي إحساس إن الطفل ده شايل شنطة خالص، زيرو. ليه؟ لأنه بينقل التحميل على الكتف، يعني بيبقى بالمنظر ده والشنطة عليه، والحزام مربوط هنا اهو. لا بس انا اقول حاجه يا دكتور، عارف الابتكارات اللي انا بحب اتفرج على برامج الابتكارات دي الأجنبية. أول حاجة بتحصل لما حد زي ما حضرتك كده بيقول بيجيب يعني فكرة بسيطة، أول حاجة الجماعة الصينيين على طول يقوموا منفذينها، يعني ينفذوها وينزلوا منها ملايين القطع وينزلوها في العالم، وأنت تطلع من المولد بلا حمص. بلا حمص يعني الصينيين في المعرض بيصوروا بالموبايلات، وواحدة قالت لي أنا عندي مشاكل، هي من وفد الصين، فجت بتتفرج على يعني بيبقى في كتيب للمعرض في كل المنتجات والعارضين والمشاريع، فجايه مخصوص بتسالني ازاي انت بتلغي التحميل على الكتف خالص، فشرحت لها الفكره فانبهرت، فراحت مطلعه الموبايل ومصور. طب وله علاقه بالماده اللي حضرتك بتصنع منها ولا لا؟ لا، الماده ملهاش دعوه، هو الشكل بس هو بيتطبق فيزيكس بس، فيزياء، بيتطبق عادي، ولما بستخدمه بثبت الاثنين على بعض بالمنظر ده، ثبت بالمنظر ده، بربط حزام البنطلون من هنا وبحمل عليه الشنطه، فالشنطه بتتحمل على الوسط، والوسط ده جذع جسم قوي جدا وفيه عضلات قويه وعظام وفاتس دهون، فالتجربه العمليه اثبتت في كل الاعمار ان ما حدش حاسس بوزن الشنطه. انا لو منك فورا اسافر الصين واعمل بارتنرشيب مع يعني بدل المصنع ما اللي في الصين هيسرقني، يعني بيعملوا الاختراع انجز. دكتوره ميسه صلاح الدين، حضرتك ابتكارك حاجه لها علاقه بتآكل المعادن. هو اولا كده انا مدير مرابط الجوده والبيئه في شركه مياه شرب الإسكندريه، فكان الهدف بتاعنا ان انا احافظ على اوفر الميه، لان حصه مصر من الميه بتقل مع زياده عدد السكان، واحافظ على ان انا جوده الميه طبعا، واحافظ على البيئه، واقلل الانرجي المستخدمه في المصانع. فالفكره كلها جت ان انا في ناس بتروح للعطارين تاخد اعشاب حرجل علشان تغليها وتشربها، تضيع حصاوه كلى. معلش، ايه نبات الحرجل ده بقى؟ الحرجل ده نبات موجود في مصر وفي كل أنحاء العالم، بيتعمل منه زي مستخلص بياخدوه مرضى يعني الحصاوي الكلى. أيوة، علشان له اسم تاني مثلا غير الحرجل؟ لا، هو اسمه الحرجل، حتى أنا اسمه أرجيل، هي أعشاب كده. أيوة، أرجيل يعني اسمه أرجيل ومرجرام، هي بردقوش وحرجل. بردقوش اللي بيستخدم في عملية التخسيس. البردقوش من يعني من النباتات العطريه اللي بتدخل في حاجات كتيره. بيستخدم في عمليه التخسيس، والحرجل بيستخدم في اذابه حصاوي الكلى. فبدانا ان احنا نختبر المواد دي، ندوبها نغليها في ميه ونضيف الاكستراكت او معلش، الحرجل غير الحلفه؟ لا، ده حاجه وده حاجه. اصل هو ريحته فيها منه شويه. بنبتدي ان احنا ده نبات بري بيطلع، نبات بيتزرع في مصر وفي كل دول العالم، موجود في كل دول العالم، لان هو بيتصنع منه ادويه. فبناخد الاعشاب دي نغليها في ميه، وناخد نبتدي ان احنا نفلترها ونضيفها للميه اللي داخله في عمليه التبريد كبديل للكيماويات. فاحنا لقينا ان هو عطى يعني وقف تكون التآكل وتكون القشور ده بنسبه 98% اكتر من الكيماويات المستورده عندنا من الخارج. لو حصل ان المصنع ده ما كانش عنده سيستم مقفول، يعني مش بيعيد تبريد الميه ويعيد استخدامها تاني ورماها على المسطحات المائيه بتاعتنا، انا ده مش هيأذيني لان البني ادم كده كده بيشربه. انا عملت دراسه جدوى كده بسيطه في احد مصانع البتروكيماويات بيستهلك بحوالي 750 مليون جنيه في السنه كيماويات مستورده من الخارج، انا ب 40 جنيه في السنه قدرت ان انا اعمل انهبيشن او وقف للتاكل وتكون الكشوف في مصر. الابتكار ده ينتظر انه يتم يعني تبنيه على سكيل كبير صناعي بقى، مش مجرد تجربه في حيز محدود. هو انا وانا برضه في معرض جنيف انا حصلت على ميداليه ذهبيه وحصلت على تكريم من السعوديه ومن رومانيا. اتعرض عليا ان انا اتشرى براءه الاختراع ده، بس احنا يعني كفريق بحث نفسنا ان هو يتعمل في مصر وبعد كده يتوزع على دول العالم، ان احنا نكون مشرفين على توزيعه ده. ابتكار من صناعه باحثه بتشتغل في شركه الميه. اشكرك يا دكتوره. شكرا. اخيرا دكتوره ايمان، دكتوره ايمان مرعي، حضرتك ابتكارك اللي شاركتي بيه في معرض جنيف كان كمان له علاقه بالطحالب. تمام. ايه؟ انا بدايه استاذ مساعد مايكروبيولوجي في كليه الزراعه جامعه عين الشمس. تاني حاجه احنا في فريق اصلا كبير من 2011 بدا يكبر معانا، لان الاتجاه الاول كان بنحاول ان احنا نعمل ازاي نعمل طرق بيولوجيه امنه في معالجه الويست ووتر او مياه الصرف، لان طبعا احنا عندنا مشكله هنا في مصر جامده جدا ان الصرف اللي عندنا خليط، يعني هتلاقي حضرتك مياه صرف صحي وصناعي وزراعي، يعني في عناصر تقيله، في مبيدات، ده بجانب الصرف الصحي، وطبعا في ميكروبات مرضيه، وبالتالي ده لما بيحصل في مشاكل للبيئه وللانسان. فاحنا عملنا مركبين بكتيريا وطحالب، دي كائنات حيه مفيده للبيئه وامنه، حطيناها على الميه بتاعه الويست ووتر، لقيناها انها بتذلي الماده العضويه بنسبه 85%. الابتكار هو استخدام الطحالب والبكتيريا ولا استخدام نوع مستحدث، يعني ان انتوا توصلتوا لنوع من البكتيريا والطحالب جديد؟ لا، احنا عاملين خليط بقى، ما هو ده المركب، خليط من البكتيريا، ده احنا عندنا مركبين، مركب خليط من البكتيريا ومركب خليط من الطحالب، بيعمل لي حاجتين، بمعنى انا دلوقتي عندي ميه صرف صحي فقط، هحط المركب بتاعي بصوره معينه. لو انا عندي زي راس صدر فيها مشكله الميه الصرف خليطه بميه مالحه، هحط المركب بتاعي بس محطوط له موديفيكيشن معين عشان اعمل بايو ديسيلينيشن بطريقه امنه وانزل الملوحه، وبالفعل احنا نزلناها من 21000 جزء في المليون ل 13000 جزء في المليون. عظيم عظيم. يعني نعتبر انه مؤتمر جنيف ده زي سوق للابتكارات. هو اتعرض علينا يعني هو سوق فيه كل حاجه، فيه ابتكارات كتيره من الشرق ومن الغرب في مجالات مختلفه كتير. تمام. وكل المراكز البحثيه. انتوا رحتوا في السوق ده أو تمام. 12 ابتكار مصر ودتهم، كلها حصلت على ميداليات تشجع وتفتح نفس ناس كتيرة جدا إن هي تقدم ابتكاراتها دي لأكاديمية البحث العلمي علها تجد مكان في السوق الدولي أو سوق العالم للابتكارات. بشكركم شكر جزيل دكتورة إيمان مرعي، دكتورة ميسة صلاح الدين، دكتور جلال نوار، دكتور مايكل صبحي، أستاذة نعمة شحاتة. شكرا جزيلا. شكرا. هتحكم الماتش ولا مش هتحكمه؟ العالم كله عرف. 36 حكم ساحه بس بيشاركوا في المونديال من العالم كله. عندي الاهم، عندي اسم مصر اهم من اي حاجه. والناس عرفت انك خسيت بس انت كمان طولت. انا بقى ما اتدلعتش ازاي. بالنسبه لي خطا، انا بالنسبه لي مش ازمه، انا بالنسبه لي انا خطا. اسعد لحظه في تاريخ اي اهلاوي. فكان طبعا انتظار صعب جدا. احنا صغيرين، انا كاني ما كنتش موجود. وتجيلها بكام الساعه دي؟ صحيح ما عايش ولا ملي، لكن بدعي وبقول امين. يعني انا كنت متعاطفه معاك. انا جايبين له علم، انا مش جايبين لي برضه. لكن في الوقت ده مش هيزود لي حاجه. يعني الفيديو شغال، انت لقيت باباك. بس انا مش باخد مخدرات وانت فاكر انك مكتم على الخط. مجرد الكره ما تعدي خط المرمى بتديك الارم ان الكره عدت. مش ووتر ريزيستنت؟ لا عايز اقول لك. في المونديال في روسيا في موسكو هيبقى لينا منتخب بيلعب وبينافس في البطولة الأهم في العالم، وهيكون لينا حكم بيحكم في المباريات دي. كل الناس بالتأكيد مهتمة جدا بفريقنا، بمنتخبنا الوطني، وبالمباريات الأولى اللي هتحدد إمكانية تأهله للدور اللي بعديه ولا لأ. إنما كمان لازم كلنا نبقى مهتمين وعارفين إنه من 36 حكم هيبقى في حكم مصري، بيحكم المباريات بتسند إليه مباريات القمة، لأنه المونديال هو قمة كرة القدم في العالم. ابن بار مهنة التحكيم والكرة القدم، وضيفنا النهاردة الحكم الدولي جهاد جريشة. ازي حضرتك؟ اهلا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ شرفنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اتفضل. اتفضل يا كابتن. سعداء بوجودك معانا. انا اسعد. ده شرف ليا. سعداء انك هتمثل بلدنا ومهنة التحكيم في بلدنا في كأس العالم قمة كرة القدم. كل ده كمان بيسعدنا وبيشرفنا. طبعا الحمد لله. طيب قبل ما ادخل في كاس العالم والتحكيم العظيم، احنا الحلقه دي بنسجلها قبل ماتش الاهلي والزمالك بكذا يوم. تمام. فهتحكم الماتش ولا مش هتحكمه؟ والله انا وصلت امبارح من ايطاليا، كلموني الاعداد عند حضرتك ان ابقى موجود معايا. طبعا ما اقدرش اتاخر على حضرتك والبرنامج المحترم دوت، ده شرف ليا. كلمت مع كابتن عصام عبد الفتاح وابديت له رغبتي عدم اداره الماتش. احترام كبير للاهلي والزمالك كاكبر فريقين في الشرق الاوسط كله، لكن عندي الاهم، عندي اسم مصر اهم من اي حاجه. عندي شهر اعداد مهم جدا عشان تروح لكاس العالم، مش مجرد تمثيل مشرف، انت رايح تمثل بلدك وتمثل التحكيم المصري. انا بالنسبه لي ماتش الاهلي والزمالك ماتش كبير وماتش اكبر ماتش في الشرق الاوسط، لكن في الوقت ده مش هيزود لي حاجه. في الوقت ده بالنسبه لجهاد جريشة مش هيزود حاجه. انا دلوقتي تركيزي كله على 14/6 في روسيا ان شاء الله. اعداد ماشي بصوره محترمه جدا، لسه جاي من ايطاليا الحمد لله. طقمي ماشي بصوره محترمه، مع طقم مغربي مساعد اول وعشيق رضوان وسوداني مساعد ثاني، فانا شايل علم مصري معايا. فما ينفعش الفتره دي مجرد اخرج بضغوط، اخرج بكلمه من هنا كلمه من هناك. حكم مصري اداره مباراه القمه ان شاء الله، ربنا اتشرف بيها ان شاء الله بعد كاس العالم باذن الله. طب حضرتك كنت واضح اكتر انه مش بس فكره التحضير لكاس العالم، انما انت كمان شايف انه ملوش داعي اي جدل ممكن يحصل في مباراه حساسه جدا وفيها الاعصاب مشدوده زي مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. طبعا مع احترام الفريقين الكبار وجمهور الفريقين الكبار. طبعا ده اي حكم شرف انه يدير اهلي والزمالك، لكن الشرف الاكبر مع احترام الفريقين الكبار ان انت تشرف بلدك في كاس العالم، ده مهم جدا. ده اكيد. طيب امتى وازاي عرفت بانه تم اختيارك للمشاركه في تحكيم مونديال موسكو، مباريات مونديال؟ هو اولا انا بالنسبه لي كان ترشيح من 2015. 2015 بعد نهائي دوري الابطال الافريقي ادارته في الجزائر، اتحاد العاصمه الجزائري ومازيمبي الكونغولي، كان البوابه للترشيح لكاس العالم. الحمد لله عملت ماتش كويس قوي في الجزائر والناس كلها اشادت بالتحكيم، وخرجنا من المباراه بصوره محترمه جدا كحكم مصري وفي مباراه نهائي افريقيا ودوري ابطال افريقيا. فالحمد لله ربنا كرمنا قوي وبدات المشوار من 2015. اول مشاركه ليا في الفيفا كان 2015، كانت بطوله كاس العالم للشباب في نيوزيلندا، وكانت اول مشاركه ليا واول ظهور ليا مع مستوى الاتحاد الدولي. الحمد لله ربنا كرمني قوي وعملت بطوله كويسه جدا في نيوزيلندا 2015. وصلت فيها الثلاث مباريات، اخرها كان ماتش الثالث والرابع، تحديد المركز الثالث والرابع. كنت اتمنى العب النهائي، بس الحمد لله يعني خرجت من البطوله بصوره مشرفه جدا. التحكيم المصري كان الناس موجوده والحمد لله عرفوا ان في حكم مصري اسمه جهاد جريشة، كان اول بدايه ليا، اول خطوه ليا في كاس العالم في معرفتي الحكام الاتحاد الدولي. يعني 36 حكم ساحه بس بيشاركوا في المونديال من العالم كله، مش سهل انك تنتقي بقى. بالظبط. لا الموضوع مش سهل، الموضوع حتى من افريقيا لما 4 حكام يحكموا على مستوى افريقيا كلها، 4 حكام يمسكوا صفاره في كاس عالم، او 3 حكام يمسكوا صفاره في كاس عالم، مش سهل. الاختيار مش سهل خالص. ليه؟ هو هسأل حضرتك سؤال، هو في زي مش عايز اقول كوتا، بس هل في بلدان منها محكمين كتير بيبقوا مؤهلين ان هم يشاركوا في كاس العالم؟ لا هو توزيع للقارات مختلف، يعني افريقيا 3 أو 4، اسيا 4، اوروبا 9، امريكا الجنوبيه 5 و6، اوروبا 9، ده معروف لهم 9 حكام. طيب انا فاهمه انه الترشيح بيبقى موجود من فتره، بس الكونفرميشن او التاكيد بيبقى يعني قبل كاس العالم مش بكتير. بالظبط. جالك ازاي؟ بمكالمه تليفون ولا بايميل ولا وقبل وامتى وكانت ايه الملابسات؟ هو كان اخر معسكر لينا قبل المعسكر النهائي دوت اللي احنا يعني اخر معسكر كان في دبي، خلصناه في شهر 3، كان في نص 3 او كان في نص 3، واحنا المفروض الاعلان النهائي فيه معسكر في ايطاليا للحكام اللي هيتم اختيارهم بصفه نهائيه لكاس العالم 2018. الاختيار طبعا احنا بعد ما خلصنا المعسكر مستني يجي لك، طبعا دايما بيجي لنا عن طريق الميل، عن طريق قبل ما يعلن الاتحاد الدولي على الموقع الرسمي، السايت الرسمي للاتحاد الدولي بيجي لك عن طريق الميل. فكان طبعا انتظار صعب جدا، مش انا بس، انا وكل منظومه التحكيم، انا وكل العيله، انا وكل الاسره وكل بلدي، كل الناس اللي تعرفني. يعني هو بالنسبه لك ده يعني مش حدث فردي، انت اسرتك والمحيط كلهم مستنيين النتيجه، وكل اسره التحكيم المصري مش انا بس. يعني الموضوع مش موضوع، ده موضوع اختيار حكم في كاس عالم، الموضوع سنين كتيره. انت من احنا اخر مره شاركنا في التحكيم كابتن في كاس عالم عصام 2006، عصام عبد الفتاح اللي هو حاليا رئيس لجنه الحكام 2006، 12 سنه. الموضوع مش سهل خالص يعني. واقفه على اعلان، يعني القصه انت واقفه انت على الاعلان، تعلين الحكم. فطبعا مستنيين الميل بكره بعده. طب متابعين طبعا كل السايتات وكل الناس، واتصل بحكام زمايلي من اوروبا واكلم ده الدنيا مش كلها اخبار كله برضه قلقان. اوروبا قلقان وكله قلقان، لان في الاخر مش كله رايح. يعني كل اللي استمر معانا مشوار سنتين ونص مش كله رايح، فكله مستني الميل ده يوصلني 28/3، كان يوم جمعه قبل صلاة العصر حوالي نص ساعة كده. وصلني الميل من مسيم بوساكا، وبالصدفة أنا قاعد في البيت، يعني يوم جمعة وقاعد في البيت، كان عندي صلاة العصر، كان في مناسبة عندي رايح إشهار كاتب كتاب لصديق، لبنت صديق ليا، فرايح جالي الميل قبل وانا في البيت، سجدت لله شكرا الحمد لله، لان انا شفت الميل فرحت جدا طبعا. المباركه من رئاسه لجنه الحكام. وقلت لهم بقى في كاتب الكتاب وكده والصغيرين؟ لا لا, لا لا انا رحت كاتب الكتاب ما اتكلمتش. يعني انا طبعا الفرحه كانت في قلبي وفي بيتي، يعني ما دام عندي واولادي والدنيا ووالدتي واختي. تلاقيك ما قعدتش بقى، سلمت على عريس ومشيت؟ والله انا رحت. الفرحه كانت غير عاديه، غير طبيعيه. الناس طبعا باركت لهم وخرجت عملت الواجب. وطبعا قبل في المسافه دي يعني حوالي 3/4 ساعه على ما خرجت من الصلاه، بعد ما خلصت الصلاه والمراسم اللي بتحصل في الارياف عندنا دايما اشهار اللي كاتب الكتاب. حضرتك يعني منين؟ من قريه دنديت، مركز مؤتمر الاهليه. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. فخلصت انا كاتب الكتاب وخرجت، ما كانش حد يعرف حاجه. ال3/4 ساعه دولت الاسامي نزلت على السطر الرسمي للاتحاد الدولي، العالم كله عرف. تصوري بقى العالم كله بعد ما خرجت من وانت فاكر انك مكتم على الخبر. لا ما انا عارف الخبر هينزل بس. انا عارف الخبر هينزل بس لسه ما قلتش لحد. يعني كانت جميله الحمد لله رب العالمين، بس كانت فرحه غير طبيعيه. انا طبعا ببارك لك، كلنا فرحانين انت معاك انجالك هنا؟ معايا موجوده ريناد الكبيره، وموجود اياد، وموجوده ناردين الصغيره. اياد، انت عارف بابا هيعمل ايه في كاس العالم؟ ان شاء الله هيوصل للنهائيات، بابا شخصيا اللي هيوصل للنهائيات ان شاء الله. تفتكر ممكن يحكم ماتش النهائي؟ طبعا، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. بس انت عارف طبعا ان هو ممنوع يحكم اي ماتش منتخبات افريقيه، واي منتخب ممكن يلاعب المنتخب المصري او في مجموعه المنتخب المصري في المجموعه، صح. الموضوع يعني عارف. طيب قولي لي، انت عارفه بابا هيعمل ايه في هيحكم؟ مش عارفه. هيحكم. هتفتكري هيعمل ايه يعني؟ هيحكم ان شاء الله النهائي كاس العالم ان شاء الله. لا يعني عارفه اول ماتش مثلا بابا هيحكمه هيبقى ايه؟ ما تعرفيش. هو اتحدد صح ولا لا؟ لا خالص، لا 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 لسه؟ لا لا انا نفسي ما اعرفش، هي ما تعرفش وانا ما اعرفش برضه. وهما بيقولوا لكم امتى بقى؟ الاعلان زي ما احنا البطولات في الفيفا دايما بيعلنوها قبل انطلاق البطوله ب4 ايام، بيبداوا يعلنوا الاول 8 ماتشات او اول الدور الاولاني بيعلنوه كامل، يعني مش ماتش واحد ولا ماتشين، لا بيعلن الدور الاولاني كامل، وبالتالي بتعرف ماتشك قبل ماتشك مثلا ب4 5 ايام. طب هل فعلا انه الفيفا بتديكوا ساعه مختلفه عن الساعات اللي كلنا بنلبسها عشان تبقى متوصله لها علاقه بالتدريبات او بالمعسكرات بتاعتكم؟ هو في ساعتين، الساعه الاولانيه استلمينها من زمان من الكاف والفيفا، ده من 8 سنين 9 سنين، دي اسمها ساعه البولار، دي عشان تدريبات وتسجيل للتدريب بتاعك، بتلبس حزام على القلب بتاعك وفي ترانسميتر موجود على قلبك وبيبعت لك البرنامج التدريب البدني بتاعك، وبعد ما تخلص تدريبك الساعه دي توصل لللابتوب وبيعمل داونلود لكل التدريب اللي عملته النهارده، جريت قد ايه، قلبك النبض بتاعه اعلى نبض اقل نبض، فقدت الكالوريز قد ايه النهارده، كل حاجه بتجيبها لك، تفاصيل التدريب بالكامل بتجيبها لك، والساعه دي موجود عليها كل بيانات الشخصيه، طولك وزنك سنك كل حاجه عننا موجوده في الساعه، وبالتالي المدرب طول الوقت شايفك، بتوصل بينزل داونلود يشوف النهارده عملت ايه. ده في التدريب بس تدرسها وانت في التدريب بس؟ تدريب بس، تدريبات بس، دي الساعه بتاعت التدريبات. الحاجه الثانيه الساعه اخر ساعه اللي استلمناها في المعسكر الاخراني اللي خلاص الحكام اللي رايحين كاس العالم خلاص. أيوة. دي الساعه اللي انا لابسها دلوقتي، دي الساعه دي اللي هنحكم بيها، دي اللي كل على مستوى الساعه كده والنبي. ايه بقى اشمعنى تفرق ايه عن اي ساعه دي؟ هتفرق عن اي ساعه، الساعه دي هنستلم زيها بالظبط في، مش عارفه كده باينه ولا مش باينه؟ باينه. دي هنستلم زيها بالظبط في كاس العالم، بس فيها الجول لاين تكنولوجي، يعني نفس الساعه دي بالظبط هنستلمها هناك. لا وحضرتك ليه لبسوك الساعه دي من قبل كاس العالم؟ ما ليه لعبناك انت الشهر اللي قبل كاس العالم دي هتلعبي بيها، هتحكمي بيها في المباريات اللي هنا يعني. لا في مصر وفي افريقيا هتحكمي بيها عشان تاخدي على الشغل بيها، يعني بيجي لنا الراجل بتاع الشركه اللي هو بتاع المنتج الساعه دي شركه منتجها تبع الفيفا خاصه بحكام كاس العالم. استلمنا كل حكام كاس العالم. بتعمل ايه بقى الساعه دي؟ الساعه دي زي اي ساعه عادي خالص، بس الساعه اللي هنستلمها هناك في كاس العالم فيها تقنيه الجول لاين تكنولوجي، مجرد الكره ما تعدي خط المرمى بتديكي الارم ان الكره عدت، مش محتاجه تقولي دخلت ما دخلتش. فاكره حضرتك كان في مشكله قبل كده من سنين، كره دخلت وما اتحسبش جون وفرقه خرجت بخطا تحكيم. فعملوا لها ساعه. الساعه موجوده، الساعه مجرد الكره ما تتخطى بكامل هيئتها خط المرمى بين القائمين والعارضه خلاص. الساعه بتديك الارم، يعني الساعه دي بس عشان تقول ان الجون دخل وهتحكي بيها بعد كده، ما هو شغاله ساعه برضه. ايوه. ايه ما هو ايه بقى تاني غير في حاجات كتير قوي يعني. يعني هي كساعه بره التحكيم طبعا، هي ساعه حكم ستوب واتش وتحسب جوه الوقت الضايع وكل ده موجود فيها. ووتر ريزيستنت. لا عايز اقول لك ده اخرنا في الساعات. لا اقول لك يعني في حاجات كتير جدا موصله على الموبايل بتاعي دلوقتي، كل فيسبوك وكل حساباتي بشوفها على الساعه، وانا ساعه حد بيتصل بيا تظهر على الساعه، انما مالهاش علاقه بتدريباتك. لا خالص، دي خاصه بالتحكيم ده اللي معانا. وتجيلها بكام الساعه دي؟ لا بيجيلها كتير لانها مش موجوده الا مع عدد الحكام كاس العالم بس على مستوى العالم، مش موجوده لواحد في مصر مع واحد في مصر دلوقتي. صحيح، في مليون واحد بس اسمه جهاد جريشة هو اللي ماسك الساعة دي. دي مش موجودة فعلا، حقيقي. والشركة منتجة الساعة دي فقط للحكام كأس العالم، يعني تمت زي الكورة بتاع كأس العالم اللي خاصة بكأس العالم اللي بنتدرب بيها برضه الكورة بتاع كأس العالم، الساعة دي منتجة لحكام كأس العالم فقط. لما قلت لوالدتك بقى ان انت هتحكم في كأس العالم، والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، من اهم اسباب الحمد لله وصول كاس العالم دعوتها حقيقه، هي معانا النهارده. الله يخليك، شكرا يا مدام. كنت بقى بتدعي له ايه بقى؟ تقولي ايه؟ ان ربنا يوفقه وياخد كاس العالم، انا عايشه او ميته. يا حبيبتي ربنا يديك الصحه وطول العمر ويبارك فيه ويخليه، ربنا يديك الصحه وطول العمر. طيب عملتي ايه بقى لما قال لك انا جالي الجواب وقالوا لي هتحكم في كاس العالم؟ عملت الدنيا ما كانتش سيئه والله يا مدام منى. انا وقفت مبسوطه، بجد يستاهل كل خير. طبعا كلنا سعداء بوجودك في اهم محفل لكره القدم في التحكيم، بس ده ما ينكرش انه اي حكم في العالم وانت منهم تعرضتوا لمواقف صعبه جدا في التحكيم. حقيقه ازمه المقصه والزمالك كانت هي الاصعب في حياتك؟ هي بالنسبه لي خطا، انا بالنسبه لي مش ازمه، انا بالنسبه لي انا خطا. وتاني يوم انا قفلت الصفحه لان كان عندي بعد اسبوع ماتش في نيجيريا وعملت احلى ماتشات حياتي. لان خارج تلفزيوني قعد شهر ما اتفتحش في البيت من الاهانات اللي بتتقال والناس الخروج عن النص اللي بيحصل، فانا ما اتاثرش فيها، بالعكس زادني قوه. انا بالنسبه لي لما حاجه زي كده حصلت وناس هاجمتني، انا بالعكس الحاجه دي بتديني قوه جدا واصرار. انت بالنسبه لك عشان اعترفت انه انت ما شفتش، يعني قلت انه ده خطا لاني انا لم ارى، دي حقيقه. بالنسبه لك الاعتراف بالخطا كان هو التصريح الاهم انه اي حكم يقول. دي حقيقه، انا ما كدبتش، انا قلت الحقيقه، وانا يعني مش محتاج اكذب عشان انا لا مش كذب، بس ممكن يعني في ناس ما صدقتش، قالوا لا ده يمكن يكون شاف مثلا. استحاله، يعني استحاله بالوضع اللي انت فيه باسمك وانت يعني رايحه كاس عالم في الوقت ده كنت مرشحه كاس عالم، رايح كاس عالم ورايح امثل بلدي، يعني استحاله في وقت زي ده تخاطر باسمك، يعني استحاله تشوف ما تحسبش، استحاله. انا لو كان حد من زمايلي المساعدين شاف، مساعدين او الحكم الرابع، كنت حسبت، كانش قد مش ولا الصفاره اسهل صفاره، يعني لما يكون موضوع ركله الجزاء سهله جدا تحسبها. لكن المشكله ان فعلا انا حظي سيء ان ما شفتش، واللي معايا ما شافوش، هو ربنا اراد خلاص. كان في تقدير من اسره الحكام في مصر، انما الجمهور يعني لا الجمهور انا بعذره، ما بس حضرتك كل جوده جمهور، وكل واحد بيحب النادي بتاعه وعايز النادي بتاعه يبقى احسن نادي في الدنيا، بعذر الجمهور وبس. في ناس يعني الجمهور، حتى جمهور الفرقه اللي كانوا زعلانين، عارفين جهاد جريشة كويس، عارفين ان الراجل ده اللي بيشوفه بيحسبه، ما فيش مشكله، ما شافش ما حسبش، ده بتحصل في اكبر بطولات العالم، في كاس العالم نفسه حصلت قبل كده، وحكم ما شافش وما حسبش، ومن ضمن الحاجات دي، من ضمن القصص دي، ان دخلوا تقنيه الفيديو عشان ما فيش فرقه تنزل. قصدك اي ماتش بقى اللي لا بغض النظر بقى، يعني حصلت في بطولات كاس العالم. طب ما تفكرنا بالماتشات، يعني كان ماتش في دور 16 1986 كاس العالم 86، كان ماتش انجلترا والارجنتين، ومارادونا جاب جون بايده. ده الجون الشهير. كابتن علي بن ناصر، والكابتن علي ربنا يديله الصحه موجود وحي يرزق، وعلى فكره مارادونا راح له بيته يعتذر له على الخطا دوت، لان فعلا هو عملها بايده. لا انا مش عارفه الجزء ده من الحدوته، انا عارفه الماتش الشهير. لا انا اقول لك الماتش في 86 وهو اخطا ما شافش وحسب الجون، والارجنتين يومها وصلت وفازت والماتش فاز بكاس العالم. بالظبط، بس كان في خطا تحكيمي. طب معلش، وهو مارادونا راح اعتذر له، اعتذر له بعد ما خلص مارادونا في زياره ليه لتونس، راح له لبيته اعتذر له ان انا ان انا ان انا يعني انا بسببي انت اتاذيت. بالظبط. طيب مراتك كانت مصدقاك ان انت ما شفتش؟ طبعا. لا انا بهزر. طبعا طبعا انا بس عشان هي معانا النهارده يعني بتاكد برضو. لا مصدقاه طبعا. لا الحقيقه يعني بعد الانفعال بتاع اللي كان في الماتش، الناس لما بتهدى بتدرك انه من المستحيل انه حد يغامر باسمه وتاريخه ومستقبله عشان في الوقت ده بالذات كمان. يعني لما الواحد يفكر بمنطق، اي حد يفكر بمنطق هيلاقي انه خطأ عابر، بس للاسف انه كان مترتب على الهدف ده هزيمه وخساره وكده. يعني في شويه ارقام بقينا كلنا حافظينها لها علاقه بالمونديال ومشاركات مصر في المونديال. احنا شاركنا 3 مرات في المونديال، او مرتين ودي الثالثه ان شاء الله. بقى لنا 28 سنه ما تاهلناش. انما كمان لازم نفتكر انه مصر كان من ولادها الحكام 4 فقط هم اللي شاركوا في تحكيم كأس العالم، والخامس هو ابنها الحكم الدولي جهاد جريشة. دي من المعلومات اللي لازم تنضاف للمعلومات اللي احنا حافظينها عن مشاركات مصر في كأس العالم للأمم. الحكم الدولي جهاد جريشة، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا لكل الاسره الجميله. اضحك والضحكه تبقى ضحكتين، واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل اللي عايشين. كنا عارفين انك خسيت، بس انت كمان طولت، فدي سابت جوايا بقى اثر، عقده بقى. انا كنت متعاطفه معاك. اسعد لحظه في تاريخ اي اهلاوي. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال، من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. أنا فاكر إن أنا تامر قعدنا نجري في الشقة، يعني الفيديو شغال، أنت لقيت باباك. يعني أنا كنت فاشل في المدرسة، جالي المخدرات، بس أنا مش باخد مخدرات، وأنت فاكر إنك مكتم على الخبر، بس تسلمه في 3 ابتدائي أو حاجة، وأنت بتحضر الدكتوراه مثلا. ما أنت صايع زي أمير عيد. أمير عيد وكايروكي من الأسماء اللي سجلت بصمة واضحة جدا من ساعة ما طلعوا، إنما كمان عندهم اهتمام تاني، أو بيتفاعلوا جدا مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف. والحقيقه انه في كتير من انتاجاتهم بتنزل بس على الانترنت، يعني حتى ما بتتعرضش على الشاشات. مفهومهم للاندر جراوند هو التواصل المباشر مع الناس، يمكن فكرة المتعهدين أو الشاشات أو الشكل التقليدي ما هماش معترفين بيه بشكل كبير. واحدة من التجارب اللي عملها أمير عيد مؤخرا ولقت صدى كبير جدا من أول ما نزلها على الإنترنت كانت أغنيته عن الأهلي. مش بس لأنه الأغنية حلوة ومش بس لأنه الأهلي له شعبية كاسحة في بلدنا وفي الدول المجاورة كمان، إنما لأنه أمير عيد بيمثل فيه دور أبوه لما كان بياخده وهو صغير يشجعه الأهلي. أمير عيد الله الله اهلا بيك يا امير. ازيك؟ ازيكم؟ اولا يعني كنا عارفين انك خسيت بس انت كمان طولت يعني لا ما بتخس بتطول يعني الناس بتسيب الايحاء ده. ايه الاغنيه ايه التمثيل ده يا امير؟ محمد شاكر بقى المخرج هو اللي قاعد يقول لي اعمل ايه واتخيل حاجات وانا بعمل ما هو بيقول لي عليه. محمد شاكر خضير طبعا المخرج الموهوب طبعا. طب لا في الاول خالص احكي لي دي بجد باباك كان كده في بيحب الاهلي جد؟ اكتر من كده كمان يعني دي مش تأليفه. والله يعني ده مش سيناريو متخيل وكده، انتوا اخدتوا يعني علاقه باباك بالنادي وانت صغير؟ لا هو جت بالصدفه بس انا فعلا بابايا يعني اكتر واحد اهلاوي شفته في حياتي دي كلها، يعني ما شفتش حد كان مش بيحب الاهلي. يعني مش في ناس بتشجع مثلا عشان ايه يرخم على زمايله في الشغل الزملكاويه يقول له شفت احنا كسبنا وكده، لكن هو كان يعني متوحد كده مع الاهلي، يقعد يتفرج على ماتشات الاهلي يعني وانا بقلب في اليوتيوب في ماتشات كتيره قوي الاقيه قاعد في المدرجات. يعني بتلاقي باباك؟ بلاقي بابايا في المدرجات قاعد في ماتش اعتزال يعني اللي لابس التيشيرت ده باباك الحقيقي؟ ده بابايا وشفتها بالصدفه يعني. ده هو فاكر مثلا ده كان ماتش ايه؟ ولا لا ما كانش فاكر؟ ده كان ماتش جون طاهر ابو زيد او حاجه كده مش متاكد. يعني الفيديو شغال انت لقيت باباك؟ بس هو ما كانش بقى بياخدني انا معاه الاستاد، كان بياخد اخويا، فدي سابت جوايا بقى اثر عقده بقى. واضح ان هو بيحبك اكتر منك ممكن. انت ماشي معايا عادي يعني. بس هو يعني الله يرحمه كان اهلي بالنسبه له يعني كان ياخدنا النادي الاهلي احنا صغيرين نتصور مع اللعيبه، نقعد مع اللعيبه، نقعد مع بقى الناس عظماء النادي بقى محمود الخطيب ومع حفظ الالقاب وصالح سليم، وكان بالنسبه له دي صور حقيقيه يا امين. دي صور حقيقيه انا واخويا بقى. هي الصور دي موجوده في الفيديو؟ لا دي صور مع بس شبه الفيديو يعني عارف ايه يعني نفس الايفكت بقى. ده محمد شاكر هو جاب نفس الحقبه الزمنيه دي فبتحسش بتحس ان هي نفس الحاجه يعني. مين فيكم انت؟ انا اللي لابس اصفر. انت اصفر واخوك هو اللي كان بيروح الاستاد. كانوا جايبين له علم انا مش جايبين لي برضه. لا اله الا الله. طب وايه تاني كانوا بيدوا لاخوك وانت لا؟ هو احنا صغيرين انا كاني ما كنتش موجود اصلا الفتره دي كلها، صور اخويا اكتر. فبالصدفه ممكن الاقي نفسي في صوره يعني. لا حول الله. طيب عشان اخويا الكبير بقى دي اعترافات امير. وبعدين كنت بتحس ان ماما بقى بتهتم بيه اكتر؟ هم كانوا بيدلعينه اكتر مني، بتسافر بره مصر ويتفسح وحاجات زي كده. انا كانوا بقى اتجوزوا بقى لهم كتير بقى اما انا جيت، فبدات الموضوع ياخد شكل بقى عادي بقى بقيت. يعني انت اتولدت لقيت اخوك سافر واتفسح وانت ما سافرتش. انا بقى ما اتدلعتش زيه فعلا. طيب بس هو عنده قصه ثانيه طبعا وروايه ثانيه، بس انا بقول روايتي يعني. هو روايته ايه؟ هو روايته ان انا كنت عشان ما كنتش بنجح في المدرسه، يعني انا كنت فاشل في المدرسه، ففي سنه من السنين اللي هو جم قالوا له لو نجحت هنجيب لك مش عارف حاجه ولا مش، لما طلعتش الاول وكان بيطلع الاول. لو ما طلعت الاول هنجيب لك مش عارف ايه، وانا سقطت جبت ملحق، فهو جابوا لي انا اللعبه ساعتها زي بلاي ستيشن وكده، كان اسمها نينتندو او حاجه كده. وهو ما جابلوش حاجه، فاخويا بيقول لها يعني انت ليه جبته الامير وما جبتوليش؟ فقال لها عشان هو عنده ملحق فهيبقى يقعد يتسلى لازم وهو في البيت، لكن انت نجحت فهتخرج براحتك وتتفسح وكده، فدي ثابت برضه عنده حته بقى. طب يعني انا كنت متعاطفه معاك في الجزء الاولاني لما قعدت تقول ان هم مهتمين، بس انت بقى لما حكيت ان هو متفوق جدا وانت فاشل جدا ات ميك سنس انه اكيد المتفوق ده بياخد يعني مكافآت اكتر. ايوه بس انا مش فاشل بمزاجي، انا ما كنتش بعرف اذاكر، ما بحبش المذاكره. لكن هو دي حاجه، هو اتولد ان هو موهوب في المذاكره. بس انا كنت بحاول ما بعرفش اركز، المدرس بيقول ايه دي ان انا افضل قاعد مركز معاه، دي مش بعرف، عمري ما عرفت اعملها في حياتي. فانت شايف انه العادي ان هو يطلع الاول وانت تطلع بملحق، فانتوا الاثنين تاخدوا نفس الهديه، ده حق ربنا. ايوه ذاكرنا نفس المذاكره، يعني انا تعبت زيه بس انا مخي مش جاي. مش متعاطفه خالص، يعني مش متعاطفه خالص الحقيقه، يعني ما قدرتش تحنن قلبي. هي مامتي تقول لي انت يعني تقول لهم هو امير مش بتاع مذاكره، فدي خلاص لازم نستسلم، ما استسلموا في ثالثه ابتدائي او حاجه. طيب في لقطات كتير عرفت من الكليب ان هي بجد حصلت في حياتك. انا ذكرياتي ان كان الاهلي يكسب مثلا، دي تبقى الحياه سعيده، الاهلي يخسر الحياه بتبقى كئيبه، يعني البيت بيبقى كئيب ايا كانت نتيجه المباراه، ايا كانت نتيجه الماتش. احنا الحلقه دي بتتسجل قبل المباراه، ففي النهاية كرة القدم لعبة جميلة وفيها حماس، أيا كانت النتيجة كل واحد بيشجع ناديه مش عشان كسب النهاردة أو خسر امبارح، بيشجعه عشان هو بيحبه، عشان في ولاء، عشان في إحساس بالتواصل مع النادي ده. فالحلقة دي بتتعرض أيا كانت النتيجة، أو الفقرة دي بتتعرض أيا كانت نتيجة ماتش الأهلي والزمالك لما يلتقي قطبين الكرة المصرية في مباراتهم. فزي الصورة دي يعني اعتزال الخطيب كان حدث في البيت؟ هو اعتزال الخطيب دي بقى أنا ما حضرتها، كانت تشريط فيديو بابايا مسجله ويقعد يتفرج عليه ويعيط. والله العظيم بجد، يعني الخطيب اعتزل دي كانت فرق. يا خبر ابيض. وانا اقعد معاه بقى، يعني مش فاهم بقى يعني مش شافه مره وتاثر، ده هو كل شويه يشغله ويعيط. او انا كان يقعد ده يتفرج عليه في حياتنا كتير جدا ويقعد متاثر جدا. انا ما فهمتش هو بيعيط ليه ساعتها، بس يعني اما ابو تريكة بقى اعتزل فهمت الشعور. وخليني يعني زي ما بيقولوا الشيء بالشيء يذكر. بتمنى العودة السليمة والشفاء الكامل والقريب والعاجل للكابتن الكبير محمود الخطيب بعد مشكلة ظهره في ألمانيا. بتمنى له يرجع بألف سلامة. فأنت الجزء ده من الكليب ده حصل في الحقيقة مع الاعتزال، أنت شفت الحزن اللي في البيت بالظبط. دي كانت كارثة، دي اعتزال الخطيب، والأغنية كانت مؤثرة بقى ساعتها جدا. اللي هي انهي اغنيه بقى؟ لا بيبو بيبو. ده هتاف الجماهير بالظبط. و الماتش بقى، في ماتش انتوا حطيتوه كده كان فيه ابو تريكه برضو. ده كان ايه؟ اخر ماتش لابو تريكه، وفي ماتش تاني في الفيديو اللي هو الجون اللي جابه في الصفاقسي. ايوه اسعد لحظه في تاريخ اي اهلاوي. انت كنت في الاستاد ساعتها؟ لا كنت كان ماتش كان في تونس. ما سافرتش يعني؟ لا ما. كنت قاعد في مصر انا والشباب في كايروكي بنتفرج على الماتش سوا. وكنا خلاص فقدنا الامل بقى، ابو تريكه الجون ده تاريخي طبعا يعني. ايوه احتفلت ازاي يوميها؟ انا فاكر ان انا تامر قعدنا نجري في الشقه، يعني نجري ونرجع. نجري ونرجع تاني مش مصدقين يعني. وراحت بعد كده لفلافيو هيلعبها بالهيد تروح لابو تريكه بالشمال. هو عمر جاب جون بالشمال. الكورة دي غريبة، الكورة لها سحر كده. الكورة لها سحر. ولا انت عملت الكليب ده عشان غيرت انه تامر هاشم بقى بيمثل بقى وبقى جان وكده فقلت اشمعنى انا؟ لا تامر في ليفل تاني. تامر بقى حاجة ممثل بجد، جميل بقى. جميل وحاجات رومانسية وكده. لا جميل، ولسه كان معانا في الحلقة وكان جميل جدا. طيب توقعاتك ايه الماتش الاهلي والزمالك اللي جاي؟ ماتش صعب لان الزمالك بيمر بفتره صعبه، فبالنسبه له الماتش ده ممكن يبقى الحاجه اللي ممكن يعوض بيها جماهيره، فهيركز فيه تركيز كامل. في مدرب جديد جه، فبالتالي لما بيجي مدرب جديد المدرب الخصم ما يبقاش فاهم ده دماغه ايه. فماتش صعب يعني. ايا كانت نتيجه المباراه، ايا كانت نتيجه الماتش، احنا الحلقه دي بتتسجل قبل المباراه. طيب امير عيد، انت خسيت جامد قوي والناس قعدوا يطلعوا بقى كلام جامد واشاعات وحاجات مخدرات بقى، وبيقولوا انا باخد مخدرات. في ناس قالوا انه عيان بعد الشر يعني، وفي ناس قالوا انه بيتعاطى حاجات بعد الشر برضه. لا ما بتعاطاش حاجه انا خالص. هو الموضوع ان كنت تعبت على طول، كنت بتعب، بحس برجع. رحت الدكتور كان معايا في المدرسه صاحبي، فقعدنا بقى في الرحله دي. وبعدين في نفس بالتوقيت ده انا قلت اخس برضه واكل اكل صحي، وفي نفس التوقيت قلت ان انا محتاج اتقرفت من الاكل شويه، ما بقتش احب الاكل قوي يعني، اشوف الاكل عادة الخيال بيتعمل ازاي وكده. فعندي مشكله مع الاكل، تخيل مكوناته واتخيل نضيف مش نضيف، فبقى عندي هاجس كده مع الاكل. بقيت مش حابب الاكل لغايه دلوقتي، ما مش حاسس. طب ما يكون دي مشكله نفسيه يا امير؟ لا والله يعني انا كنت تخين، ده ما كانش عاجبني بصراحه، فكنت لما خسيت ده ما صدقت، قلت ايه افضل كده كويس. فكل ما اشوف اكل حاسس ان انا هتخن تاني وحاجات. قالوا لي بقى في فتره قعدوا يقولوا لي حاجه اسمها مش فاكر اسمها بوليميا. ايوه دي، ما هو ده اللي انا قصدي عليه، ده يعني عرض لمشكله نفسيه. فليلى بقى مراتي خدتني الدكتور بقى خواجه كده، فقال لي لا مش بوليميا، انت كويس بس محتاج مش عارف تغير بقى، تاكل الاكل اللي بتحبه وحاجات كده. فبقيت اكل الاكل اللي بحبه وبكميات كويسه، ودلوقتي انا يعني رجعت اتخنت مثلا 7 8 10 كيلو. هو انت كنت كام كيلو وبعد كده بقيت كام كيلو؟ كنت حوالي 115 كيلو، بس انا طولي 192 سم. ما كانش باين عليك انه الدرجه دي يعني. بعد انا اتخنت فتره يعني، ما كنتش كده على طول. 115 كيلو. بعدين نزلت بقى 66 كيلو. اوف. دلوقتي 73. انت كنت هنقول ايه الاول؟ تعبت مني. وبعد كده انت عزفت عن الاكل، بعدت عن الاكل. طب بتقول دلوقتي باكل الاكل اللي بحبه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يعني انا حاجات اكتر ما فيهاش زيت وبتحمرها وحاجات زي كده. رو كله يعني اكل يعني مش ما فيهوش يعني حاجات كتيره، يعني مثلا فراخ تبقى فراخ بس. المهم ان انت سعيد بالتغير ده الحمد لله. وان شاء الله يبقى يعني طول الوقت دي عليك الصحه مع القوام الرشيق يعني. يا ريت. طيب والله عايز ابدا اروح الجيم بقى تاني يعني، اركز في الجيم بقى واجري وكده. بس انا مش باخد مخدرات، لازم الناس تفهم دي يعني. اكشلي انا من الناس اللي بس انا هقول لك على حاجه. انا عارف شكلي يجيب ان انا باخد مخدرات، شخصيتي كمان، بس ليه بس انا مش باخد مخدرات. ليه بتقول كده على نفسك؟ لا الناس كلها بتقول لي كده يعني. انا ماشي في الشارع ممكن واحد يطلع مخدرات يديهاني في خباثه يعني، مثلا يديني سيجاره حشيش مثلا، فبص كده اقول له انا ما بشربش. وبرده فيها واري معانا في البند، ناس كتير تفتكره بياخد مخدرات عشان خاسس ورفيع وكده، بس هو عمره ما خد مخدرات يعني. بس احنا اكتر يعني بنحب المزيكا وما نعملش حاجه تانية اعتقد يعني. وحتى مش من النوع اللي كنت باخد مخدرات وانا صغير مثلا وكده، وبعدين كبرت لا، ما عمري ما كان ليا في الشرب او المخدرات كتير. طب تفتكر ليه بيظنوا ظن السوء ده فيك؟ عشان هم فاكرين ان انا خسيت كده وبشرب مخدرات، هم سمعوا ان انا بشرب مخدرات وبقت منتشره، فكل الناس بتوجب معايا بقى كتير. اقول لك على حاجه، انت المفروض تتعاون مع بقى صندوق مكافحه الادمان وتطلع زي محمد صلاح كده تقول لا للمخدرات. لا للمخدرات طبعا. طيب عملت اغنيه جميله مع عايده الايوبي. الناس كلها بتفتكرها وبتغنيها كتير لانها كلها تفاؤل وكلها امل وكلها استبشار كده. ايوه اتجنن. ينفع تغنيها لنا على الجيتار؟ طبعا يا ريت يا ابني. اضحك والضحكه تبقى ضحك حكتين واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل اللي عايشين كلنا في مركب واحدة مكملين والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين اوعى تغمض عينك تقف بعيد وحيد حاجات كتير حواليك بتناديك ارسم ولون وشوش الناس شغل مزيكا تخيل غني بإحساس سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون عيش للناس. جميلة جميلة يا أمير. عندك بقى يعني من كتر مشاركتك في السوشيال ميديا بقى عندك حنكة بقى بتعرف ترد على الناس كده بطريقة يعني احترافية. يعني ناس يدخلوا لك افيه ترد عليهم بافيه. هتلاقي مثلا على تويتر واحد بيقول لك ايه يعني الدقن ما تمشيش مع السلسله والوشم خالص اتقي الله. فراح امير رد عليه قال له انا بفكر اعمل تاتو جديد واكتب عليه خليك في حالك. على طول. والله انا مش فاكر بس انا بحب ارد على الناس يعني اعمل وقت كل يوم ارد على اتواصل مع الناس بشكل كويس. يعني حد عنده سؤال او كده انا برد على الاف الاسئله طبيعي بس في شويه كده في النص فالناس بتركز اكتر مع دول. ليه معظم لبسك اسمر وما تقوليش الاسود اناقه؟ الاسمر اناقه. بيقول واحد بيقول لك ايه؟ هو انت اسمك كايرو ووالدك اسمه كي ولا هو اسم واحد؟ لا أنا اسمي كايرو محمد السيد كي. ثلاثي ثلاثي. في حد بيقول لك إيه اللي مخليك ترد على الأسئلة الساعة 5 الفجر يا أمير؟ الفراغ قتلك للدرجة دي؟ فأنت على طول قلت له وأنت بتتابعني الساعة 5 الفجر وأنت بتحضر الدكتوراه مثلا ما أنت صايع زيي. امير انت انا عرفت من تامر هاشم انه كايروكي هتمثلوا حاجه مع كلكم مع بعض. لا قول لي تفاصيل اكتر. هنعمل فيلم موسيقي مع شركه بروديوسرز هاني اسامه وكده. هم كانوا فكره احنا هم عملوا فكره يعني وكده وبنشتغل بقى احنا من النوع اللي بنحب نشتغل حاجات فروم سكراتش بالصح قوي يعني فبنشتغل على الورق وبنعمل ورش كده في الورق نطلع احسن حاجه ومعانا عمر طاهر هو فعلا الكبير بتاع الموضوع الكتابه ده ومعانا في يعني ما اعرفش تفاصيل قوي هم احنا شغالين في الورق دي الحته اللي انا بركز فيها بس هو في فيلم غناء في اغاني يعني وكده أول تجربة يعني بنجربها مع بعض يعني. هتبقى أغاني كلها جديدة ولا هتغنوا من حاجاتكم القديمة؟ لا أغاني جديدة. كلها جديدة. طيب عندك أغنية اسمها الملك. الملك. أغنية حلوة. ممكن نسمعها؟ طبعا. اسمعني وأعرف بتكلم مين أنا ملك الأرض العظيم الدنيا دي ليا كلها من شرقها لغربها صحيح معيش ولا ملي لكن بدعي وبقول امين ولا عندي جيش بزرار ولا عايش عيشة شهريار لكن عندي المية وعندي الهواء عندي النجوم والسماء عندي الناس الطيبة وقلوبهم مني قريبة عندي الصبر والإيمان وعمري في يوم ما أكون جبان. احنا ابتدينا مع أمير بأغنيته للأهلي اللي هي مستوحاة من سيرة حياته هو ووالده المشجع الأهلاوي المتعصب، وبغض النظر عن نتيجة النهاردة أيا كان، إنما ابتدينا مع أمير بالكورة وهو متقمص شخصية والده وبيحكي حكايات النادي اللي بيحبه أيا كانت نتيجته، وبالتالي يجدر السؤال: أنت هتتفرج على كأس العالم في مصر ولا هتسافر؟ هسافر. مش هتقدر تتفرج بشاشة التلفزيون؟ لا اقدر، بس جات لي فرصه اسافر فقلت هسافر. يعني انت لوحدك ولا البند كله؟ انا البند كله، رايحين ماتش مصر وروسيا. اوه في الاول بقى، عشان لو الماتش ده مهم، لو كسبناه احتمال كبير نتاهل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. امير عيد، بشكرك شكرا جزيلا يا امير عيد.